مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزميل سالم خليفة، وها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لانطلاقة شوطنا السابع في مجموعة الأشواط والشوط السابع الخاص بالزمول المحليات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الصباحي الجميل والتحدي الرائع مع المتميزين. نتابع معكم الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين العبد الله محمد الرميثي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتي الدولي للسيد جمهور بن محمد بن مصلح الحبابي من يأتي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث لافي للسيد أحمد بن سالم بن خدوم الدهماني من يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع سفرجل السالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس في هذه الانطلاقة الجميلة مشاهدينا الكرام سعيد بن محمد بن زايد الخيارين شاهين من يأتينا في هذه اللحظات على المركز الخامس. وفي المركز السادس يأتي سلهود لحميد بن سلطان بالكديدة من يأتينا على المركز السادس. وفي المركز السابع شاهين لسعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة، هنا يأتي هملول لسهيل بن علي اللي يبهوني من يأتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع السيد أحمد بن سعيد الكليلي، والمركز العاشر سراب محمد بن سالم بن ثعلوب لقتبي من يأتينا على المركز في هذه اللحظات العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك على المقدمة والدولي، الدولي الجمهور بن محمد بن مصلح الحبابي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ويأتي شاهين العبد الله بن محمد الرميثي لافي في المركز الثالث، لافي لسيد أحمد بن سالم بن خدوم الدهماني من يأتينا على ثالث المراكز. والمركز الرابع شاهين للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين من يأتينا على المركز الرابع. سفرجل في المركز الخامس سيد سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي، وفي المركز السادس يأتينا سلهود لحميد بن سلطان بالكديدة من يأتي على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع شاهين وملكيته لسعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة، ومن الجانب الآخر هملول لسهيل بن علي اللي يبهوني. شاهين قادم في هذه اللحظات أيضا على تاسع المراكز لأحمد بن سعيد بن محمد الكليلي، وعلى المركز العاشر يأتينا هنا سلهود السيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان عامري من يأتي على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء والعرض المميز مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والدولي. الدولي لا زال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الدولي لسيد جمهور بن محمد بن مصلح الحبابي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بهذا الأداء والعرض الجميل على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني والمركز
المركز الثاني شاهين العبد الله بن محمد الرميثي، وفي المركز الثالث لافي سيد احمد بن سالم بن خدوم الدهماني، ايضا له صولات وجولات لا يستهان به. على المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع وياتي شاهين لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين من ياتينا على رابع المراكز. وفي المركز الخامس سفرجل، على المركز الخامس سيد سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من ياتينا على خامس المراكز. وفي المركز السادس سلهود لحميد بن سلطان بالكديده ياتينا على خامس او على سادس المراكز. والمركز السابع وصل ايضا شاهين ايضا لسعيد بن مطر بن محمد بالضبيعه، ايضا لا يستهان بشاهين في هذه اللحظات. على المركز السابع المركز الثامن وثامن المراكز ياتينا في هذه اللحظات هملول لسهيل بن علي اليبهوني، ومن الجانب الاخر هناك ايضا القدوم شاهين للسيد احمد بن سعيد الكليلي من ياتينا في هذه اللحظات هنا على المركز التاسع. وفي المركز العاشر سلهود السيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري من ياتي على المركز العاشر. هذه النتائج للمراكز العشرة الأولى في الانطلاق في التحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا واثنين كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، اثنين كيلومتر والكل يركز على اللوحات القادمة. نعود هناك إلى الصدارة، نعود إلى الدول، الجمهور بن محمد بن مصلح الأحبابي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ولافي بدأ يتسلل، لافي للسيد أحمد بن سالم بن خدوم الدهماني يتسلل أيضا من مركز إلى مركز. هذه اللحظات انتزع الصدارة، انتزع المقدمة والمركز الأول لافي للسيد أحمد بن سالم بن خدوم الدهماني من ينتزع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. شاهين من الجانب الآخر، مشاهدينا ومتابعينا الكرام للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. وفي المركز الثالث وصل هنا في هذه اللحظات سفرجل للسيد سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي، ايضا له دور في المنافسة، له دور في التحدي وفي الاثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام شاهين على المركز الرابع، وملكيته للسيد سعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة من ياتي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام لسهيل بن علي اليبهوني. وفي المركز السادس هنا سراب الكرار بن محمد بن خير الله السوداني من يصل في هذه اللحظات على المركز السادس. والله الكيلومتر الاخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وبعود هناك بعود الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الأول لافي وسفرجل مشاهدينا الكرام. لافي للسيد أحمد بن سالم بن خدوم الدهماني من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، وأرى التحرك من الجانب الآخر من شاهين للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. سفرجل ثالثا لسالم بن راهد بن رقراقي المزروعي، هنا أيضا شاهين لسعيد بن مطر بن محمد بن الضبيعة من يأتي على المركز الرابع. مشاهدين الكروم والتحديات القوية، يا سلام التحديات أقوى وأقوى، ولكن هنا الصدارة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. الصدارة هنا في هذه اللحظات، الله، شاهين السيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط.
يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول، يبغى النقطة الثانية، يريد النقطة الثانية، ولكن هملول 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 للسهيل بن علي اللي يبهوني أيضا قادم. هملول يتسلل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. سلام يا أهالي مدينة العين، تهانينا للسهيل بن علي اللي يبهوني على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني سيد محمد بن زايد الخياري، المركز الثالث للسيد سيد بن عبيد بن حروز بن ذيبان، المركز الرابع للسيد حمدان بن يوسف بن عبد، المركز الخامس للسيد مركز الخامس للدهماني. والبقية ذرونا مشاهدينا الكرام، نعود هنا إلى التوقيت الزمني. نعود بالتهنئة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الشوط أيضا على فوز هنا مشاهدينا الكرام هملول وملكية هملول للسيد سهيل بن علي.